يقول السائل: ما رأي الدين في دخول الجن في جسم الإنسان؟ وش اللي محوجك للسؤال هذا؟ ما له حاجة السؤال هذا. الجن يدخلون جسم الإنسان، هذا شيء مجرب وواقع، ودل عليه قوله تعالى: إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا فيه أن الشيطان يمس الإنسان، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فهذا واضح من الدليل وواضح من الواقع أيضا. نعم.